أطيب التحيات لكم سادة مشاهدي القناة السورية والتربوية في هذه الندوة التي نخصص فيها الوقت لمشاركة وزارة التربية بالحملة التعريفية حول نظام الأتمتة لمادة الرياضيات من قبل الموجهين الاختصاصيين والمدرسين والطلاب، وخاصة أن قرار وزارة التربية والتعليم الأخير والقاضي بإلغاء الدورة الامتحانية الثانية لطلاب شهادة التعليم الثانوي في العام القادم وكذلك تطبيق الامتحانات المؤتمتة أثار ردود فعل متباينة بين الأوساط التعليمية والطلابية، باعتبار أن صدور القرار في منتصف العام الدراسي سيؤثر على طريقة الدراسة وبالتالي تعاطيهم مع الامتحان النهائي. للحديث حول هذا الموضوع يسعدنا مشاهدينا أن نرحب بضيوفنا في الاستوديو، وأبدأ بالترحيب بالأستاذ ميكائيل الحمود موجه أول لمادة الرياضيات. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أيضا مشاهدينا أرحب بالأستاذ رضوان الدعبول مدرس مادة الرياضيات من مديرية تربية اللاذقية. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. الترحيب موصول بالأستاذ شادي سمعان مدرس مادة الرياضيات من مديرية تربية اللاذقية. أهلا وسهلا. وايضا مشاهدينا سيكون معنا عبر الهاتف الاستاذ مديان ابو درغم موجه اول لماده الرياضيات، وارحب بضيوف طلاب شهاده ثانويه فرع علمي من مدرسه ابو فوخين. اهلا وسهلا فيكم. وايضا مشاهدنا بنرحب بمستمعي اذاعه سوريانا وايضا ومشاهديها وايضا كمان مشاهدي قناه التربويه السوريه، اهلا وسهلا فيكم، واذاعه دمشق ايضا اللي انضموا بنقل هاي الندوة لحتى نعرف فيما يتعلق بعملية الامتحانات المؤتمتة، ونبدأ بمادة الرياضيات. يمكن أستاذ ميكائيل حضرتكم كنتوا من ضمن الفريق اللي ساهم بوضع الأسئلة المؤتمتة أو بهاي الفكرة وبهاي الخطة لوزارة التربية، خليني أسأل كيف استقبلتوا هاي فكرة الأتمتة، وكمان أيضا في ميزات ومآخذ على أتمتة مادة الرياضيات كيف كانت، وخاصة أنه مهمة بناء الاختبارات أوكلت لكم كفريق لوضعها، وصعوبات كمان حتى كيف واجهتوها أثناء صياغة الأسئلة. نعم، عديد من النقاط بالسؤال الأول، تفضل. أول شيء نحن رحب بالحضور. أهلا وسهلا فيكم. والطلبة وإن شاء الله تتم التجربة بنجاح ونأخذ كل الملاحظات الممكنة من خلال هذه التجربة اللي عمت كافة أنحاء القطر. نعم. طبعا نحن عممنا نموذج تجريبي لأسئلة موضوعية منذ شهر تقريبا، يعني قبل منتصف العام، منذ شهر جرى تعميم نموذج تجريبي قبل الامتحان النصفي، وتم التدريب عليه من قبل التدرب عليه من قبل الطلاب والمدرسين، وحاليا الوزارة ستقوم بتدريب جميع الموجهين والمدرسين. نعم. وحتى بعض الطلبة، وجرى تجريب عدة نماذج بمدارس معينة. بالنسبة للأسئلة الموضوعية، من الطبيعي أي منهاج مطور أن تتطور طريقة الأسئلة، وضع الأسئلة وبالتالي أيضا طريقة تصحيحها، طريقة الامتحان. أن نطور منهاج دون أن نطور الأسئلة يبقى هذا التطوير على الورق فقط. في النموذج السابق كانت أسئلة مقالية، فكان قادر على المدرس أن يجتزئ جزء كبير من المنهاج، هذا يأتي وهذا امتحاني وهذا غير امتحاني. طالبنا بحاجة أن يتعلم التفكير المنطقي، والهدف من مادة الرياضيات هو يريد أن يكون طبيبا ناجحا، هو يريد أن يكون مهندسا، هو يريد أن يكون عالما نجيبا، مدرسا ناجحا. صحيح. فحاله يقول أريد أن أكون ناجحا، أريد أن أتعلم الرياضيات، والهدف من تعليم الرياضيات. نعم. لا أن أحفظ مسائل وأضعها على ورقة الامتحان، أو أن أأتي بعلامة 600 وأنسى معلوماتي بعد الامتحان. لا، بالعكس، حاليا النظام الأسئلة الموضوعية يشمل كافة مفردات المنهاج، أي سطر أي كلمة ممكن أن تكون سؤالا. إذن نحن لدينا أسئلة تراعي جميع سويات الطلبة وبزمن محدد، وكل طالب سينال حقه. غير ذلك هناك إعطاء فرصة، أنه كانت أغلب الاعتراضات تأتي من طلبة متفوقين بأنهم يظلمون عندما يعطون طريقة حل إبداعية. هنا أمامك الأجوبة، طريقة حل إبداعية. نرى اعتراضات كبيرة جدا، ونرى أحيانا في ظلم نتيجة التصحيح. حاليا التصحيح مؤتمت
وسينال كل طالب بحقه. احتمالات الخطأ ضعيفة جدا بل نقول شبه معدومة. وطبعا الأسئلة ستراعي جميع المستويات. قمنا بامتحان تجريبي تم التجرؤ على وضع بعض الأسئلة وهي رسالة للطلاب أنه هذه أنه جميع فقرات الكتاب هي فقرات ممكن أن تأتي بالامتحان. للمدرسين أيضا يجب الاهتمام بكامل الكتاب وغير ذلك. أستاذ نعم خليني بدي أرجع لهي النقاط وحنفرد لك كمان مساحة من الوقت. خلينا بس كمان نتابع هذا الاستطلال حتى نرجع كمان بتفاصيل ونغوص أكثر ببعض النقاط والآراء، هي كمان جزء مهم بلقائنا مع حضراتكم. استطلاع أجرته زميلتنا غيدة أحمد مشاهدينا وطلابنا الأعزاء لإبداء الرأي حول امتحان الرياضيات المؤتمت، ملاحظات وآراء عديدة حنتابعها ونرجع لنستكمل حوارنا. تفضلوا. بالنسبة للرياضيات كمان الأسئلة متفاوتة بين أسئلة جيدة وأسئلة ممتازة، بس هي كمان تختبر كل مهارات الطالب، وفي جزء من الأسئلة كان بده شوية وقت وبده تركيز زيادة. ونفس الفكرة تماما أنه نحن لما بدنا نقلب الورقة عم نضايق بالتصديل، أنه ممكن نخربط بالتصديل خيار أحد الخيارات. وتعقيب على مادة الرياضيات أنه المسودة كانت نوعا ما صغيرة فصارت تختلط معنا الأمور، حتى لما أنا كتبت برصاص تمام صار لازم امسح من الشيء اللي كاتبه واكتب، فصار كمان بده يضيع علي وقت وانا عم نظف بالمسوده، فلازم انه يا وقت زياده يا اما المسوده اكبر. ويفضل انه يكون في وقت زياده كرمال التصليل هذا ما يكون بعيدا عن وقت الاسئله، لانه الاسئله انا اذا بدي ظلل سؤال وكنت ماني متاكد منه فغالبا وجيت غير اجابتي فغالبا حكون مظلله غلط انا هيك. بالنسبه لامتحان الرياضيات بصراحة الأسئلة أبداً ما كانت، يعني نحن كطلاب متفوقين يعني كلنا طلعنا عم نبكي، يعني يا دوب نجيب 400 من 600، نحن ما لنا متعودين هيك بالعادة، يعني أغلب المدرسة بتكون مسكرة العلامة تمام. بصراحة الأسئلة أبداً ما كانت مراعية لكل المستويات، يعني حتى رفقاتنا اللي كانوا بالأولمبياد وإلهم مثلاً كتير إنجازات بمستوى الأولمبياد، يعني حتى هني قالوا إنه أسئلة كتير صعبة، فيعني هذا الشيء بدل إنه قديش مستوى يعني أعلى من مستوى الأولمبياد هدول الأسئلة تمام. وبالنسبة للوقت كمان أبداً ما كان كافي، يعني كان في شغلات كتير بتدحل بالإيد، ويعني أقل شيء تكون 3 ساعات 2.5 ساعات، بس على مستوى هذه الأسئلة بدها 3 ساعات على أقل مستوى، يعني أقل شيء تكون 2.5 ساعات. مادة الرياضيات كانت الأسئلة جداً 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 صعبة والوقت أبداً ما كان كافي، يعني نحن أغلبية طلابنا ما حدا لحق فيهم يراجع الورقة، وهذا غير انه شالف له شيء 6 7 خيارات بدون ما يقرؤون بسبب الوقت. بالرياضيات كان فيها نكشات، يعني كان فيها نكشات والوقت كان ضيق فيها، يعني هي نسبيا كانت الرياضيات اصعب شوي من العربي. يعني احنا مشكلتنا اكثر شيء صراحه كان مع بحث المتتاليات، هو بحث المتتاليات اكثر شيء كان عم ياخذ وقت لانه حساباته بدها دقه، فالطالب بده يمشي على اقل من مهله لحتى يوصل للجواب الصح. اكثر شيء بحث المتتاليات بحس انه هدول الاسئله يمكن بس لو شوي عطونا وقت زياده، وبس لو انه يعني يصير في اكثر من مدقق للاسئله، يكون 2 3 4، يعني انه يدققوا عشان ما يصير اغلاط مره ثانيه. هذا الشيء انا بحس، بس هي فكره الاتمته ممتازه، يعني خصوصي للطالب اللي عجد عم يشتغل على حاله. بالنسبه لاسئله الرياضيات حسيت الاسئله فيها تحدي، يعني فيها تحدي شيء منه حلو، يعني مو كانت كلها انه والله مستحيله وما بتنحل، ولقيت لاحظ انه في كثير عالم شكت من الموضوع انه كله اجى من المتتاليات. انا صراحه ما استغربت لانه هن كان يعني كان في كثير طلاب انه عم يقولوا انه المتتاليات ما بتجي، او اساتذه عم يلغوا افكار المتتاليات انه هي ما بتجي اتمته، فانه كان هن بدهم يعملوا لنا انه شيء مثل تحدي انه لا رح تجي ورح تجي بهذا الشكل ورح يجي منها نكشات، فهذا الموضوع ما زعجني. بس كان في بعض الاسئله كمان شوي يعني ما ظابطه، يعني او كان فيها شويه اخطاء. نعم بالعودة لكم مشاهدينا، بس بعد ما سمعنا هاي الآراء سريعا بدك تعلق أستاذ ميكائيل حتى انتقل للأستاذ شادي والأستاذ رضوان. الطالب أكد على أنه أو مجموع الطلبة أنه المسودة رح يعطى ورقة إضافية مسودة في الفحص النهائي أكيد، وهو محق
وهو فحص تجريبي، نحن نستفيد منه وهو يستفيد منه. بالنسبة للوقت في الامتحان النهائي هناك زيادة نصف ساعة، ساعتان ونصف بالنموذج المعمم، يعني كمان مطلب محق وجيد. كان ساعتين هلأ صار هو ساعتين ونصف، ساعتين ونصف هلأ صار ثلاثة سؤال، ولكن دائما الأسئلة الموضوعية يحكمها الوقت بصراحة. في طلاب حكوا أن جيدة تراعي مستويات، في طلاب حاصل في المبتليات، هي قضايا خاصة بكل طالب والمستويات، ولكن أنا عقبت على رأي الطالب وهو محق بالمسودة وإضافة الوقت. نعم. فيما بعد أستاذ رضوان أهلا وسهلا فيك، والتعليق إذا في كمان، وانتم كنتوا كمان يعني من الأساتذة القاعدين بموضوع المشاركة باختبار مادة الرياضيات. هلا لاحظنا أنه الآراء بين طلاب مختلفة، في الطالب خلينا نقول جيد جدا وممتاز، عجبته نظام الأتمتي، نظام الأسئلة الموضوعي، لأنه هو بيشمل منهاج كاملا. فالطالب اللي عم يتعب عم يدرس من الكتاب لاقى أنه الأسئلة بتنصفه. هلا الطالب الوسط أو الجيد ما لحق، فأكيد بالنهاية الأسئلة المؤتمتي بتكون معيّرة بالوقت، إذا ضل وقت أكثر من الساعتين فالطالب إذا خلص ساعة ونص رح يصير فينا نقول شوية فوضى بالقاعة، فلازم الطالب الجيد والجيد جدا خلينا نخلص على الوقت. الوسط اكيد ما راح يخلص، الضعيف ما راح يخلص الاسئله، فهون بتقيس صار الفروقات الفرديه بين كل الطلاب. استاذ شادي نعم تفضل ايضا من الاراء. هلا من الاراء بنشوف انه ناس قالت انه انا ما شفت تمام، يعني صعبه كثير كثير، يعني قال بكلمه وحده صعبه كثير. في عالم قال لا انه انا هل اجابه نكشات بس انا ماني زعلانه، يعني البنت هي اللي قالت انه ماني زعلانه انه اجت نكشات بس لقيت انه مشاكل بعض الاسئله. يعني هلا المشكله انه الطلاب بيفكروا انه الموجود بالكتاب واللي هن مدرسه هو نكشه، بالنهايه هو موجود بالكتاب كله مطالب فيه من البدايه الى النهايه. أكيد. فما يعني كلمه نكشه هي كلمه يعني بحسها مطاطه كثير كثير. فلذلك يعني لكل الطلاب لطلابنا يعني الكتاب مطالب فيه طالب الكتاب وهو من مرجعي يقاس عليه. طيب هلا سمعنا من حضراتكم ايضا الاراء، واسمحوا لنا كمان ناخذ من طلابنا الاعزاء الموجودين معنا، يعني الصبايا والشباب الموجودين اهلا وسهلا فيكم من جديد. خلينا نبدا من عندك، اذا مين حابب يحكي؟ مين سيدرا حابه تحكي؟ تفضلي، انا هيك حبيت اترك لكم الحريه لحتى نشوف مين بده يحكي. تفضلي سيدرا. هلا اول شيء اهلا وسهلا. مشان موضوع الاسئله الاتمته هو كان صعب شوي، يعني على الدارس والمدرس، يعني احنا درسنا كثير وتعبنا على حالنا بس الوقت ما كان كافي، ونحن طريقه هذه الاسئله ما كنا متعودين عليها. بس شوي علينا صوتك سيدرا. ما دربنا يعني على هذا الموضوع كثير، ما حدا دربنا على هاي الموضوع، يعني احنا ما بنعرف كيف اصلا بدها تجي الاسئله، حتى في اسئله اجت ما بنعرف شو المطلوب منا. يعني ما بعرف في حدا كمان حابب عم نكتبها للأسئلة أو عم نحطها تجاوب أستاذ شادي؟ مطلوب منا بس يعني كمثال. خليك قاعد مقداد. ايه تفضل. يعطيك العافية أستاذ يلا. نحن ما عرفت الأتمتة تماما، بالعكس عم تنصف الطالب أكثر، نحن ما عم نكون الأسئلة صعبة، بس فكرتنا نحن أنه الطالب هو حاليا ما عنده ثقافة أتمتة أو هو ما بيعرف إنه أنا كنت أول مرة بتمش ورقة أتمتة كانت في المحاضرة. لحقت أنت أجبت بالوقت؟ هلا الفكرة لحقت إنه بأي مدرسة؟ أنا يعني على الكنجة متفوقين. متفوقين بالصف السابع ما قدمت أتمتة؟ لا أنا ما قدمت أتمتة. كيف دخلتوا على المتفوقين؟ في اختبار. كانت اختياري ما كانت أتمتة الصف السابع. نعمله مو أتمت بس الورقة مو تصحيح أتمتة. نعم نعم. فكرة نحن بس إنه تدربونا نحن أكثر على طريقة السؤال. نحن لما كمشنا الورقة فاجأنا بالسؤال، ست سؤال بس ما كملت، يعني نحن ما عنا مدربين على ست سؤال. يعني لو مثال مثلا شو الصيغة اللي تفاجأت؟ سؤال رقم 5 بالنموذج بدك المضاعف. المضاعف إيه؟ أنتم هون كان بدكم أنتم طالبين ست مضاعف، ونحن ما عرفنا شو المطلوب منك. ناقصة كلمة المضاعف. بس هذا بالنموذج التجريبي كان في سؤال، هو نفس السؤال انا لو حافظه في نحله هون بدون حافظ. انت عندك بس نناقش بهذا الموضوع، ولنفترض كلمه مضاعف طارت خلينا نناقشها، انت عندك 3 اس 30 ناقص 2 اس 10، عدد فردي 3 اس 3 27 اس 10 و2 اس 10، صار عندي القانون اللي كان مكتوب بالورقه اكس ان ناقص واي ان.
ماشي، صار عندي 27 ناقص 2 قد ايه؟ 25. او عدد فردي ناقص عدد زوجي، شو ممكن يكون؟ لا يمكن يكون غير فردي. عندي خمس اجابات، اربعه زوجيات وواحد فردي. هي يعني محاكمه عقليه انه انا عندي عدد فردي ناقص عدد زوجي. ممكن كلمة مضاعف تساعدكم فورا تروحوا على الإجابة، ولكن وجود القانون كان بهذا السؤال يغطي، لأنه أنت بدك تعمل يعني أول قضية القانون أعطاك رسالة أنه أكتب XN ناقص YN، يعني 30 هي 3 ضرب 10 يصبح فردي ناقص زوجي. مهارة فردي ناقص زوجي هو فردي هي مهارة من صفوف سابقة تعلم ذلك. إذن يوجد محاكمة عقلية في هذا السؤال. طبعا على الطالب ان يستبعد مثلا طالما فردي ناقص زوجي استبعاد اربع اجابات مباشره. فهذه قضيه مهمه جدا بالنسبه انه ممكن تلاقي سؤال واثنين وثلاثه على نفس الملاحظه. ماشي على صياغه السؤال. نعم نعم. في شيء استاذ شادي كنت حابب تقوله؟ لا ما بس نحن يعني عم بيقولوا السؤال انه ما فهمنا صياغته. هي مهم نحن نعرف من طلابنا انه كيف يعني ما قدرنا نقري نص السؤال او ما عرفنا كيف نجاوب، لانه هو سؤال عادي بيكون. فحبينا ان يعني تختاروا لنا مجموعه من الاسئله حسيتوا انه شيء غريب عليكم. هذا احد الاسئله. حلو حلو طالبت فيها. بس انا كثير بدي لكم على قضيه. يعني من شوي كنا بمقابله مع زملائكم بمدارس متنوعه، في طالب قال انتم طارحين نماذج اختبارات بنهايه الكتاب مع صدور الكتاب، ما انكم طارحين اتمت. لاحظوا نفس الاختبارات انتم راجعوهم في اربع اختبارات بنهايه الجزء الثاني. لاحظوا في اسئله مؤتمته وصعبه، بس الاساتذه ما لهم ما ينتبهوا ما لهم ما يعطوها، لانه ليش؟ طب يمكن هون السؤال استاذ ميكائيل انه هلا نحن جايين على الامتحان الثاني، الامتحان الشهاده الثانويه. طيب لأي مدى نحن كان في تدريب أو قادرين هلا ندرب بهي الفترة الزمنية الكوادر التدريسية على موضوع الأتمتة، على كيفية هاي الاختبارات كيف حتكون ليدخلوها بسلاسة وسهولة؟ نحن هذا المشروع يعني ما نو جديد، نحن مباشرين فيه من زمان يعني بشكل تدريجي. السنة الماضية كان في أتمتة جغرافيا، بال 2020 طرحت فكرة أتمتة الرياضيات وجرى تدريب عدد كبير من المدرسين ووضع عدد كبير من الأسئلة والاختبارات، وشارك عدد من المدرسين والموجهين بذلك. الآن تقوم وزارة التربية وبدءا من الآن بتدريب الموجهين، وبالتالي سيصل التدريب لجميع مدرسي القطر إن كان بالرياضيات وبغير الرياضيات. بس الوقت ما كان كافي. لا ليش مكافي تدريب مركز تقويم القياس؟ عملنا تدريب نحن بيومين والثالث كنا خالصين، لأنه الأستاذ كمان أي أسبوع يعني كان كافي؟ أقل من أسبوع بيكفي لسبب، وهو دائما أنا قد ما درب إنسان إذا ما راح هو تعب. التدريب الرياضيات وغير الرياضيات هي تعلم ذاتي. يعني كما أتعلم الموسيقى قد ما أتفرج على موسيقي ماني راح أبدع إذا ما اشتغلت بإيدي. فالمدرس بياخد أسس الأسئلة الموضوعية، أسس بناءها، بياخد معها حقيبة هلا تعليمية. هو خلينا نقول من وجهة نظرك أنه كان كافي بالنسبة للمدرسين. طيب كمان حتى الطلاب، طلاب كمان ما كان حتى المدرسين من قبلهم أنهم يضعون بصورة أنه نحن قادمين هلا على الأسئلة حتكون مؤتمتة بطريقة ما يعني ما تغير شيء. كان اتجاه مسألة للطالب يحلها بالتدرج. أحيانا إذا خربط بالسؤال الأول ممكن تنضرب المسألة بالكامل بالكامل. حاليا بالعكس ما في أسئلة مرتبطة، كل سؤال إذا انتبهته كان منفرد على حدة. فهي ميزة أنه أنا ما عاد أخسر 70-80 علامة دفعة واحدة، أنا صرت بخسر هالجزئية. كانوا الطلاب بصورة أنه نحن هيك جايين على الامتحان مؤتمت يعني من أول السنة ولا لا؟ كان بيعرفوا. تعمم لكم نموذج قبل الامتحان، تعمم نموذج بخمسين سؤال بساعتين ونص. طيب ليش كانت هاي الآراء المتناقضة حول الموضوع؟ ممكن هذا دائما بدك تلاقيها، أي شيء أي شيء جديد بتلاقي يقابل إجابات، لا حتى يقابل منه بالإجابة ومنه بالسلب. زين هي المفاجأة اللي كانت، هذا عنصر مفاجأة. عندنا عنصر مهم جدا. من فترة
ومنذ 7-8 سنوات كون النموذج الامتحان تقليدي أصبح الطالب يتسرب من المدرسة من الصف العاشر والحادي عشر ويذهب إلى أماكن وإلى مدرسين أصلا غير مختصين، رغم أنه ما لازم تكون مفاجأة لأنه نحن بلشناها بشكل تدريجي يعني مع الطلاب يعني بالامتحان. خليني انتقل لحتى أسأل كمان الأستاذ رضوان يعني بموضوع الأسئلة المؤتمتة كيف كانت أو كيف لقيت أنت حضرتك يعني مآخذ عليها، وخاصة أنت لك سنوات عم بتدرسها. هلا نحن تجربة خلينا نقول الأسئلة الموضوعية، مشان نفرق بين الأسئلة الموضوعية والأتمتة. الأسئلة الموضوعية ممكن تكون اختيار متعدد، ممكن تكون صح وخطأ، وهي موجودة بصف العاشر، موجودة بصف التاسع، موجودة بصف الحادي عشر، حتى بالبكالوريا بشكل قليل. أما تجربة الوزارة من ناحية الأسئلة الموضوعية فهي موجودة بمركز المتميزين من 2010، أنا كنت درست مركز متميزين. كان نص الأسئلة دائما موضوعي ونصها تقليدي. كمان الطلاب اللي بيقدموا أولمبياد كمان أسئلتهم كلها اختيار متعدد، اختبار القبول المدارس المتفوقين بصف السابع كمان اختيار متعدد، بصف العاشر كمان اختيار متعدد، حتى نحن المدرسين خضعنا لمسابقة كان أولمبياد للمدرسين كمان كانت اختيار متعدد، مسابقة الموجهين كمان هي اختيار متعدد، مسابقة المدرسين كانت تجري الوزارة كمان هي اختيار متعدد. يعني نظام الاختيار المتعدد ما ينوجد على الوزاره. اما عن شهاده البكالوريا هي اول سنه بتطبق، السنه الماضيه طبقت على الادبي. فاجباري اي شيء جديد سوف يقابل بالرفض. بس التخوف التخوف هلا الطلاب اكيد لانه هي خطوه منيحه وايجابيه يعني حتكون يعني اكيد وهذا ما كلنا عم ناكد عليه انه هي ايجابيه نتيجه حصول الطالب على علامته الحقيقيه وكشف قدراته ومقدراته يعني. وهي كمان يمكن الاستاذ شادي لاي مدى انت كمان شاركت بوضع الاختبارات بماده الرياضيات؟ هلا اختبارات بشكل واحد على مستوى يعني بشكل شخصي للطلاب، واكيد ما كل اساتذه سوريا حقيقه اشتغلوا وشفنا يعني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في مجموعات على الواتس، مجموعات على الفيسبوك، في اساتذه عم تطرح نماذج كثير كويسه وفي نماذج عم نلاقيها احيانا شوي سطحيه ما بتراعي يعني فروقات. المعايير وحتى الترتيب الصعوبه والنسب لها حتى تخطيط الوحدات يعني. كيف المفروض تكون يعني احنا اذا جبنا ورقه اسئله وحللناها بشكل موضوعي لمعايير مركز بحوث التطوير المناهج بشكل الموضوعي والمؤتمت يعني بتصحيحها كيف ممكن هلا من ناحيه اول شيء سواء كانت الاسئله كانت بنظام القديم او بنظام الحديث مفروض تغطي المنهاج كلياته يعني المفروض ما يكون فيها عندك عندنا 14 وحده 7 وحدات بالجزء الاول 7 وحدات بالجزء الثاني بدها تغطيها كل المفروض يعني قدر الامكان. شغله ثانيه بالنظام المؤتمت كمان هل مثلا 50 سؤال او 40 سؤال اجت بالوحده عفوا بالفصل الاول مفروض بدها تغطي الوحدات الثمانيه اللي كان داخله معهم اللي دخل معهم 4 وحدات باربع وحدات تغطيها بشكل يتناسب مع ثقلها في المنهاج. هلا نفس الاسئله اللي هي من كل وحده بدها تتوزع على 3 مراحل، مرحله التذكر والتذكر، مرحله الفهم عفوا التطبيق، ومرحله الاستدلال. الاستدلال هون بقى بصير فيها التركيب والمهارات العليا وطبعا الا نساء هون بقى بنشوف المتميز او طبعا اكيد هلا المفروض يكون لكل شريحه من هالناس لهم فئه من الاسئله. كمان من حق المتميز يكون له فئه. خلونا كمان بشكل عام طبعا عم نحكي ما عم نحكي على الاسئله اللي اجت عم نحكي بشكل عام. خلينا ناخذ مداخله من الاستاذ قيصر من حماي. سعد اوقاتك تفضل. تحياتي للجميع اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا. للاسف كانت الاسئله تحت طبعا يمكن تصنيفها بعده اصناف. الصنف الاول اخطاء علميه حيث كانت الأخطاء العلمية كثيرة للأسف لم نتعود على ذلك مسبقا. ولو تكلمنا مثلا عن النموذج كان في عندنا 4 نماذج، رح نتكلم هلا عن نموذج الأسئلة ذات الأرقام 5 و31 و33 و10 و40 كمان كل هذه الأسئلة فيها تحوي أخطاء علمية لا يجوز أن تكون في ورقة الامتحان. بالنسبة لكل سؤال وله خصوصيته طبعا له في خطأ وما مش الوقت قليل وما بنقدر نحكي عن كل خطأ. إذا بتحبوا مثلا خطأ معين بسؤال معين ممكن نورده نحن مباشرة. الصنف الثاني أخطاء الصياغة، إن الأسئلة في النموذج ذات الأرقام
16 20 21 ايضا 23 26 27 وايضا 34 جميعها تحوي اخطاء صياغه. خليك كمل معلش. نعم اختصر بس كان تجعل النكره معرفي في سؤال زاويه عدد عقده. نحن نعلم بان لزاويه عدد عقده عدد لا نهائي من القياسات، حكوا على اساس انه قياس واحد، يعني ما حددوا انه في اكثر من قياس، او ان لا نعطي مجموعه التعريف التابع، وكذلك ان لا نكتب ان المعلم متجانس في العديد من الاسئله التي لا تحل الا ضمن معلم متجانس. نعم يعني هذا خطأ، يعتبر خطأ بالصياغة، ضعف السؤال. طيب غير النقاط باختصار استاذ قيصر سريعا لو سمحت، يعني يلا رح نحكي عن الصنف الثالث على التزام بمعايير أسئلة الاختيار من المتعدد. ممكن يكون في بعض الأسئلة كان السؤال غير واضح في متن السؤال، كانت البدائل غير منسجمة او متداخلة، كانت في بعض الاحيان سؤال ثلاثي كانت عبارة عن خمس أسئلة تماما في النموذج A، طبعا كل ما أتكلم عنه هو في النموذج A حصرا. نعم. السؤال 9 كانت الإجابات متداخلة، السؤال 32 أيضا من هذا الصنف تداخل. سننتقل إلى الصنف الرابع. طيب. من لو سمحتي يعني بس نكف. طيب سريعا. نعم يلا تفضل. هناك أسئلة تجبر الطالب في طالب على حفظ المسائل الطويلة حفظا بصما، وهذا شيء غير صحيح في الأسئلة. مثل السؤال 22. طيب نكتفي بمثال واحد بهاي النقطة. شكرا كثير لك استاذ قيصر. خلينا ناخذ الاجابات او التعليق من الاستاذ ميكائيل او حتى الاستاذ رضوان استاذ شادي اذا حبيت تفضل. هلا بالنسبة للاستاذ حط ملاحظة، نحن عم ناخذ الاراء لحتى نكون لا على بينة ونستوضح بعض النقاط اذا كان فيها استفسار محق او غير محق. هؤلاء المدرسين هم عشان نكون على الامتحان الاخير متلافين لبعض هاي الصعوبات او المآخر. اصناف من المدرسين في الميدان، هناك مدرس ناجح ومضحي بوقته لصالح طلبته، وهناك مدرس تاجر يتاجر بالماده او بنوطه له. نعم. اولا الاسئله كانت تماما من الكتاب، وهي دعوه للعوده الى الكتاب. هلا المدرس كانت مداخلته انه كل الاسئله غلط، مبين عدهم كلهم بالنموذج 16 20 21. هو نفس النموذج A و B و C، هو نفس النموذج يعني. لو تركتيه بجزء قال لك والنموذج B أسألته، لأنه هو نفس النموذج. حقه يسأل طبعاً. طبعا هنا عندما يقول أنه في عدد لا نهائي من الإجابات، نحن حاطين الإجابة مثلا ناقص B على 12، أنه ممكن تكون في إجابة 2 أنه يزيد 2 B، لا ما في غير هذه الإجابة الدقيقة ناقص بي على 12. ثانيا كلمة عم يدقق أنه بعض الأسئلة صياغاتها ما يقول أخطاء علمية، لا يوجد خطأ علمي في الأسئلة، وإنما كان التوجه اذهب إلى الكتاب وصياغة الأسئلة في الكتاب. وهي دقيقة أنه لا يحل السؤال إلا في معلم متجانس. نحن ما لنا ما نطلب الحل، نحن عاطينه الحل، هو عليه أن يجري محاكمة عقلية لاختيار الإجابة، عليه أن يجري محاكمة عقلية لاختيار الإجابة. أما طيب كانت كافية المدة الزمنية لإجابة بده يحل على المسودة ويرجع؟ المدة الزمنية كافية لطالب، هي مقاسي لطالب ممكن تكون جيد، ممكن يخلص بساعتين إلا 10 دقائق أو ساعتين. أما طالب وسط أو ضعيف ممكن لا يبقى له أسئلة. وين المشكلة إذا بقي كل طالب يحل عدد أسئلة بمستواه؟ فهنا طالب مستوى وسط ممكن يحل 30 سؤال. يقال استاذ وايضا استاذ صدر. رضوان استاذ شادي انه بعض الاسئله بعض يعني في استاذ حل للورقه بوقت اطول من الوقت اللي كان معطى، يعني هو له زمن كمان عم درس في استاذ طبعا يقال ما يقال صحيح انه حل بطريقه يعني مو ساعتين بقي 3 ساعات ممكن. هلا مشان نحكي بشكل مثل ما حكوا الطلاب، هلا انا عندي طلاب حلوا بساعه ونص بس، يعني شو هي السبب كيف كانت ساعة ونص كانوا مخلصين بس هي طالب متميز يعني في أسئلة حلة بالنظر يعني بقي نص ساعة يعني ضل مع وقت نص ساعة للي عادي. هلا في طلاب بنفس الرفقات لهذا الطالب مثلا ضل معهم ساعتين، في طلاب ساعتين حلوا نص الأسئلة فقط، فكان الوقت لنا كل طالب حل أسئلة بحسب فينا نقول دراسته ومستواه. يعني الأسئلة أولا لم تكن إلا من الكتاب،
أو مشابهة لأفكار الكتاب. هلا في طلاب أول يوم قالوا إنه الأسئلة كانت تعجيزية مثل ما حكيت الطالبة، لما رجعوا على البيت وحلوا و غيروا رأيهم، غيروا رأيهم، يعني رجعوا حكوني خلص ثلاث الأسئلة بتنحل. اما جو الامتحان ممكن كان طالب مثلا مثل ما قالت الطالب يطلع له اول سؤال شوي صعب فتلبكت، لما صار تلبك هلا اكثر شيء بالاسئله الموضوعيه التلبك بياثر على الطالب، بس يتوتر موقف بيعرف يكفي، فهو يطلع له السؤال كان صعب فتوترت شوي. هذا الاستاذ ضل فيها ساعتين او ساعتين ونص ويحل بطرق تقليديه، فممكن طالب يكون تخلص معه بساعه ممكن ساعه ونص. يمكن هون سؤال للاستاذ شادي، الاسئله المفروض تكون، ونحن حكينا عن نسب توزيعها، انه من المفترض تكون، ما بعرف كيف بيكون نموذج، انه سهله بعدين تتدرج بالصعوبه ام لا موزعه هلا حتى نتفادى هي اللبكه. على الاقل اول صفحه تكون رايقه هيك يعني بسيطه لتنشطه يعني شوي، تعيد نشطه يعني عم يعني بيتمهد بالموضوع يعني. هلا بعدين ممكن تتوزع كمان الاسئله حتى تكون مثلا بعد الصفحه الاولى ممكن يجي سؤال صعب، ينتهي يلاقي بعده في سؤال مثلا يكون بسيط يكون عمل لك شويه رواق. بس كمان يعني طلابنا يعني هلا دائما انا بالاسئله الموضوعيه مضوي، انا السؤال اجاني لزق عليه حسيت حالي متضايق، معلش مثل ما كنتوا تعملوا بالنظام القديم يعني، ننتقل للسؤال اللي بعده نحط اشاره، انتوا يعني بسمح لكم تكتبوا على ورقه الاسئله، هلا ننتقل على السؤال بعده، ما نضيع وقت انه نضل اكثر من وقت يعني وقت طويل، لان هذا بيسبب لكم نوع من اللبكه. بعدين خلينا احيانا نفكر بطريقه اني اطلع كمان على الجواب، مو حل بطريقه تقليديه، يعني مثلا بدي اسالكم سؤال هالكون طلاب متفوقين، اجاكم تبع سؤال مستوي محوري، اعطاكم معادله مستوي محوري، اعطاك نقطه. وان النقطه الثانيه اللي بيكون المستوي المحوري هو القطعه المستقيمه الطرف الثاني، كيف يعني فكرتوا بالطريقه يعني مثلا؟ خلينا نسمع ارائكم. شو طريقه التفكير؟ إذا بتتذكروا طبعا. مين بده يجاوب؟ علي تفضل. تفضل. بس نعلي الصوت؟ إيه هلا هو أعطاك معادلة قال لك إذا عندنا نقطة أي مثلا إحداثيات ما عاد ذكر الأرقام يعني، وأعطاك معادلة المستوي المحوري للقطعة المستقيمة أي جي. قام أعطاك بالمشتتات إحداثيات النقطة جي. كيف نقيت أنت هون النقطة جي؟ مثلا على سبيل المثال طبعا عندنا. طيب شو هو تعريف المستوي المحوري؟ كيف تعرف لك مثلا؟ تعريفه لسه ايه تعريف تبعه هو شو؟ بشرط اخر. تعرف هو يعني. هو مجموعه نقاط الفراغ متساويه البعد عن طرفي القطعه المستقيمه. بعدين اجى بنتيجه التمرين 26 انه هو من خواصه انه عمودي على القطعه المستقيمه في منتصفها. صار عندك شغلتين تستفيد منها. نعم. طب حدا يفكر مثلا منكم انه طب استاذ رح ارجع لك شادي استاذ شادي، بس خليني بس كمان انتقل لاتصال هاتفي من الاستاذ مديان ابو درغم وبنرجع كمان لحتى وحضرته الاستاذ مديان الموجه الاول لماده الرياضيات. اهلا وسهلا فيك استاذ. اهلا وسهلا فيكم يعطيكم العافيه، كنت بتمنى نكون معكم لكن ظروف حاله ما نكون معكم اليوم. كان كمان بودنا تكون موجود لكن ايضا الاتصال الهاتفي ايضا يسعدنا. خلينا نحكي عن الاسئله المؤتمته كيف كانت، وهل استطاع الطلاب التعامل معها بشكل بسيط بالنسبه لماده الرياضيات؟ وهي البعض بيقول او خلينا كمان حتى هيك نسال انه هي تعتبر المواد الغير قابله للاتمته، وكيف كانت النشاطات اللي قمتوا فيها للتدريب وتعميم هذا النموذج على الطلاب بالشهاده الثانويه وتدريبهم على الحل بشكل جيد وفق الزمن؟ أول شيء يعطيك العافية، يعطي العافية لكل الحضور. أنا كثير سعيد بوجود الطلاب معكم كمان وملاحظاتهم. بس الفكرة اللي من قال عن أن الرياضيات يمكن أتمتتها هذا العكس تماما، ولاحظتوا أنه نحن أثنتنا كانت مؤتمتة بشكل جيد، تخيص خبرات الطلاب ومهاراتهم بشكل كثير دقيق. أنا مع فكرة الأتمتة بشكل نهائي، خصوصا ان هذا النوع من الاسئله اللي نحن عم نشتغل فيه الاختيار من المتعدد مرنه جدا، نستطيع فيها القياس بدءا من الفهم والتذكر انتهاء حتى بالابداع نستطيع ذلك. اذا لاحظتوا كان في عندنا اسئله كثير قادره على قياس الابداع حتى عند الطلاب وعندها قدره على الربط. في تنوع كان كثير بين اسئله بسيطه وقادر الطالب اي طالب على الاجابه عليها عند معلوماته البسيطه. بتوقع من طلابنا
انه وقتنا نحن عرضنا النموذج المؤتمت الاول او خلينا نقول الاسترشادي اللي عرضناه بالاول، انه كان في عندهم فكره عن كيفيه طرح الاسئله وكيفيه التعامل مع الزمن. كان هدفنا كثير في انه يكون واضح عند الطالب انه الزمن هو مساله قياسيه عندك، يجب ان تكون يعني تدرب عليه بشكل جيد بحيث انه يكون قدرتك على الاجابه السريعه والمحاكمات السريعه تستخدم كل مهاراتك في لحظه معينه، بالاضافه انه الاختيار المتعدد هذا بحيث الاصالي، والاصالي هون القدره على الاستجابه الجيده لمثل هذا السؤال بمعلوماتك، هي طبعا من حيث الطلاب. نعم. المساله الثانيه اللي حكيتيني عنها مشان انه شو عملنا، هلا نحن سابقا من 2019 كان في عندنا نحن عرض لنموذج مؤتمت، وقامت الكاس تقوم بعده دورات تدريبيه للموجهين والمدرسين، وظلت مستمره حتى لفتره بسيطه، وحتى بعد قبل شهر 12 هلا في نهايه شهر 12 كان في عندنا دورات تدريبيه قام فيها مركز القياس في التقويم. نعم. حاليا بهذا بالعطله الانتصافيه عم نقوم بتدريب الموجهين في الميدان لتدريب، الهدف انه يرجعوا يدربوا المدرسين على فكره الاسئله المؤتمته، كيفيه صياغتها وكيفيه الاختيار لهذه الاسئله. الموضوع الاهم هلا حاليا انه هل الاسئله المؤتمته مؤهل لها طالبنا ضمن هذا الحال؟ اكيد مؤهل، واي طريقه هو عم يحل فيها ويعطيها استاذنا هي طريقه جيده وراح يعتمد عليها في طلاب. طبعا في طلاب عندهم مهارات عاليه ممكن يستفيدوا باكثر من خطوه، او خلينا نقول تقرير خطوات الزمن لحل مساله معينه، في ناس تبادل. نعم. بالاتجاه انه يشتغلوا بالطريقه التقليديه. طيب. وهذا نحن طبعا هذا حريه عند الطالب، مو كل شيء راح يقدر يتقنه يعني اتقان نهائي او خلينا نقول 100%، عائد لجهوده. وهون في مسألة ثانية كمان يمكن ما حكى الأستاذ ميكائيل، رقم الخبرات هذا مهم، بس خلينا كمان يعني الدراسية هي اللي أستاذ مديان. نعم. جيد. طيب خليني اسال حضرتك، يعني كل النقاط اللي ذكرتها هي غايه بالاهميه وايضا نقاط ايجابيه بتعزز فكره موضوع الاتمته والسعي بشكل اكثر لحتى نوصل لهي النتائج المرجوه. خطتكم لربط المناهج المطوره بآلية التقويم الحديث، بالتالي ايضا وصول الى نماذج اختبارات تقويميه حديثه دون تعريض الطالب لعنصر المفاجاه والمباغته، رغم احنا قلنا كان في ايضا مراحل تدريبيه قبل التجريب لهي الخطوه، ما حصل بهذا الدوره اللي شهدناها يعني دوره الامتحان. تسمحي لي شغلي بس خلينا نبدا من بايجاز لو سمحت. نعم. ظهورنا الدنيا من الصف السابع، خلينا نبدا بالمرحله بس المرحله التعليم الاساسي الصف السابع فمن فوق، حتى يمكن من ابتدائي يعني نحن في عندنا اسئله موضوعيه وحدا بينتبه لهذا التعليم من الصف الاول يعتمد على فكره الاختيار والقدرة على الاختيار. نعم. هاي المسألة الأولى. المسألة الثانية، نحن حتى صف العاشر والحادي عشر والتاسع كان في عندنا أسئلة اختيار متعدد وبنصح بنسب بين 8-15%، لكن هذا يعني أن الطالب ده متدرب بشكل ما على الإجابة عليها. أنا بذكر مثلا بصف العاشر لأن أسئلة ليست فقط أنه اختار الإجابة الصحيحة، اختار إجابة من إجابات صحيحة، قد يكون في ناس ثلاث إجابات صحيحة. أو الأربعة تكون صحيحة. أكثر دقة. بحاجة لمحاكمة ومحاكمة عالية جدا بكل إجابة، فعندها صح بصير كل سؤال هو كل إجابة هي سؤال عمليا، ولكن بالأخير هي محاكمة عالية. هنا بالاختبار النهائي راح يكون فقط إجابة واحدة صحيحة وغيرها لن يكون. بالعودة للفكرة الثانية، إنه هل تفاجأ طلابنا؟ أكيد ما راح يكون متفاجئ، اللي كان ماشي معنا بالعاشر وبالحادي عشر بشكل جيد لا يوجد مفاجآت، خاصة إذا كانت حالة هيك تمارين. وحتى نحن عندنا البكالوريا في عندنا أسئلة خلينا نحكي فيها صح وخطأ بأكثر من مكان، وبالاختبارات النهائية الأربعة اللي ذكرها فيها الأستاذ ميكائيل هيك موضوع، إنه في عندنا حتى بهذا الموضوع أسئلة مؤتمنة. طيب شكرا كثير ل هي خلينا نقول الخبرة، وحتى كمان تعطيك بهذا الموضوع جاي نتيجة خبرة الأستاذ متين أبو درغم وحضرتك الموجه الأول لمادة الرياضيات، تحياتنا لإلك. يمكن أستاذ ميكائيل من خلال ما ذكر الأستاذ متين وأيضا حتى كمان يعني تجاربكم وحضور هاي التجربة، ما حنقول جديدة، هي نحن مباشرين كنا فيها، خلينا نقول أنتوا هلأ الخطوة القادمة حتكون في حضور بنك للأسئلة، وهي الأسئلة حتكون شاملة، ممكن يعني كمان يجي شي سؤال يتفاجئوا فيه وما يكون ضمن هذا البنك من
الأسئلة اللي حتكون موجودة. وصل سؤالك. أولا بشكر الأستاذ مديان لتوضيحه لنقاط كثير مهمة للطلبة والمدرسين حتى. بالنسبة لوضع بنوك أسئلة، أولا تحليل محتوى المنهاج. كيف تحليل محتوى المنهاج؟ تحديد الوزن النسبي لكل وحدة وعدد الأسئلة التي تناسب هذا الوزن النسبي. وضع الأهداف التعليمية من كل وحدة، مثلا أنا بالاستقراء الرياضي عندي هدفين أو ثلاثة، معناتها في ثلاث أسئلة بدهم يشملوا الأهداف عندي بكل. إذن بعد تحليل المحتوى وفق الأهداف التعليمية يأتي وضع الأسئلة ليشمل كامل المنهاج، كامل المنهاج والأفكار الرياضية. وأنتم عم تحملوا شهادة ثانوية مو بكالوريا. أي دراسة سابقة، تراكمية سابقة تساعدك في الحل الأسرع. أنا أريد فقط أن أقول للطلبة حاليا تمرين الاضطراد اللي فيه 4-5 توابع، كيف حاولت تحليه؟ أو أي مين بيجاوبنا كيف حله؟ متزايد أم متناقص؟ السؤال نحن بس فكرتنا أنه ما عم مسانين السؤال بس اللي كان ناقص. بس ممكن طب إذا أعطيتك هلأ، إذا أعطيتك هلأ f x يساوي 1 على x زائد أو ناقص جذر ال x زائد 1 على ناقص 2 x زائد 2، كيف بدرس اضطراده؟ هلا أول فكرة، 1 على x هو متناقص، معنى يعمل الصفوف السابقة من الحادي عشر. ممتاز. وجذر x هو متزايد في ناقص، فهو ضربناه بناقص صار متناقص. 1 على x هو يعني. إذا أنت لاحظ مانك ما تلجأ للمشتق، لاحظ أنت هذه خبرتك بالحادي عشر هاي، إنه أنا بدرس الاضطراد حسب العاشر والحادي عشر. لاحظ أنا شفت مجموعة من المدرسين حالين اشتقاق، فكبر السؤال كتير منشان يبتعد الطالب عن المشتق. إذا اشتقيته رح ياخد معك ثلث ساعة، ممكن ثلث ساعة إذا كانت صيغ معقدة لتعدم وتشوف الإشارة وخاصة. فهون أنت لاحظ استخدمت خبرات سابقة، معلومات من السنوات تابع سابقاً. المقلوب من الصف العاشر هو تابع مرجعي وهو متناقص، تابع الجذر التربيعي هو تابع مرجعي وهو متزايد ومضروب بناقص هو تابع متناقص. إذا ما لجأت للاشتقاق، بالاشتقاق قد تتخربط كمان ب إذا في محاكمة عقلية. هذه المحاكمة العقلية هي اللي ساعدتك على الوصول إلى الجواب بشكل أسرع بسمع. أما زميل آخر لا، اضطر إنه يشتق، لأنه في كتير مدرسين بيقولوا، هاي رسالة بعث لي إياها أحد المدرسين من حلب، بيقولوا لهم لا تدرسوا الاضطراب بالعاشر، لا تدرسوا بالحادي عشر، بكرة بالبكالوريا بتتعلموا الاشتقاق وبتشتقوا وبتمشوا. طب إجا تابع إذا اشتقاقه بيعمل لك مشكلة، وين راحت؟ لاحظي نحن سألنا السؤال للطالب، هذا بيأكد أنه صف العاشر والحادي عشر يعني بشكل كمان نسبة أساسية بالمعلومات للبكالوريا. اختصار الزمن قصدي كل تمرين ممكن حله أنا بطريقة وبتنتين وبثلاثة وأربعة حسب تراكم خبراتي، معلومات حسب تراكم خبراتي ومعلوماتي ومحاكمتي المنطقية. ممكن استبعد ثلاث إجابات، ممكن روح الإجابة الصحيحة مباشرة، ممكن اختصر الزمن. أما بالنسبة لبنك الأسئلة، لأعود بنك الأسئلة يوضع وفق تحليل المحتوى يشمل كافة الكتاب، ويأتي اختيار النموذج من قبل فريق آخر، قد يكون فريق آخر من قبل الكمبيوتر ممكن يكون، ولكن يبقى تبقى حتى اليد البشرية هنا بعد وضعه أنه تدقق هذا النموذج صحيح خالي من الأخطاء إلى آخره. بالنسبة لأشرتي أنت مرتين أنه أنتوا شاركتوا بحط الأسئلة، لا نحن عملنا دورات تدريبية ب 2020 و 2021، شاركنا بوضع أكثر من 1500 سؤال رياضيات أو 2000 رياضيات، كان الزملاء معنا بالدورة، دورة تدريبية هي منذ سنتين. أما الوضع الحالي حاليا فريق متخصص يأتي ليختار من بنوع ليضع تحليل محتوى ويضع عدد ممكن يكون من الأسئلة، ممكن يكون 2000 سؤال، ولكن عليه أن يغطي المنهاج كاملا ومن ثم يختار نموذج واحد. ولكن بالنسبة للميدان رح نوعدهم أنه في نماذج إضافية رح تجيهم يتدربوا عليها. وأما قراءة من الكتاب لا يخدمك أن تقرأ أسئلة مؤتمتة دائما دائما دائما، أنت هيك بتكون الكتاب هو المرجع. الكتاب هو المرجع. خليني كمان يعني انتقل للأستاذ رضوان، أستاذ شادي المقاربات.
وحساب النهايات الجذور مقاربات. مقاربات. ما اجى منهم هدول كانه هلا حتى الاسئله الموضوعيه افكار الكتاب كبيره جدا يعني عدد تمارين الكتاب كبيره. نحن عم نحكي عن 40 سؤال بالفصل الاول. الجذر التربيعي اجى هو قصده مقارب لجذر تربيعي او مقارب ما الجذر التربيعي اجى اما مقارب مثلا ما اجى ممكن يجي امتحان نهائي بس كان يمكن النسبه الاكبر للمتتاليات هو كان تركيبه في زياده كان نسب ما في عندنا بحث اسمه الجذور هي فقره بالنموذج التجريبي المعمم اتى سؤالين على المقاربات بهذا النموذج اتى الجذر التربيعي كاضطراد ما اجى كمقارب هنيك انطرح كمقارب هنا انطرح هي رسالة كان مشمول بالأسئلة مشمول الجذر التربيعي بس كاضطراب يعني كان مشمول كمقاربات انه ممكن انا اتناول هاي الفقرة باكثر من طريقة بكل نموذج مختلف يعني هو سؤال من بعض الطلبة كمان ايضا وردنا يمكن جيد انه كان بدهم مقارب مثلا مثل ما اجى بالنموذج التجريبي طيب. النموذج التجريبي هو مجرد ان تطلع كيفية بناء الأسئلة طيب خليني اسأل الاستاذ رضوان انه اتمتت مادة الرياضيات بتحرر المدرس من بعض مهامه يعني ما عاد بيقدر يركز باتجاه واحد من الاسئله او من الفصول او الوحدات اللي بده يعطيها للطالب هلا الاسئله هذا ما كنا يمكن عم نشوفه بالسنوات الماضيه الاسئله التقليديه يعني من 2017 حتى 2023 كانت الاسئله واضحه مساله 100 اشعه مساله 100 لوغاريتم او اس يعني حتى مره اجى ب 2017 بالتكميلي اجت مساله 100 احتمالات عملت ثوره وقتها مثل هلا مع انه هي بالنهايه مساله من الكتاب بس انه الطالب انه بالنموذج اللي نتعمم كان في نماذج جزاري 7 كان كل مساله 100 اشعه قام بالتكميل اجت مساله 100 احتمالات عملت ثوره رجعت بعد دورتين اجت مساله 100 عقدي اذا بتتابعوا عقدي وتطبيقاتها يعني بالنهايه ما في شيء انه والله انا بتجي مساله 100 دائما اشعه وهي الاشعه ثلاث وحدات والعقدي وتطبيقاتها وحدتين كمان بيطلع لهم 100 والاحتمالات والتحليل التوافقي كمان بيطلع لهم 100 فلما الطالب بيدخل على الامتحان ما متوقع فبلاقي الامور سهله اما اذا بقول له انا رح تجي المساله اشعه وطلع بوشه مساله عقدي مع انه طلاب العقدي بلا قوه سهله رح هو جوا يتلبك يتفاجئ فهلا اكثر شيء تلبك الطلاب انه كانوا مفكرين مثلا انه الاتمته معناتها اثبت بالتدريج ما بقى بيجي المتتاليات ما بقى بتجي فلاحظوا انه ممكن شامله شامله فالاتمته بتشمل من هذا الشكل خليني اسال الصبايا لانه الشباب سالناهم هن نشيطين اكثر منكم مين حابه تحكي بس كمان نتعرف على ارائكم وكيف كانت تعاطيكم مع الاسئله اول شيء نحن مع فكره الاتمته وكثير كانت منيحه بس كاسئله نحن انه الدورات السابقه متعودين على هذا النمط يعني في كثير افكار بالكتاب نحن بنمشيها وبنتركها يعني ما ممكن كان يجي منا بالنمط القديم صحيح. او هيك لما بلشت فكره الاتمته هون انه في كثير شغلات كنا تاركينها يعني نحن خاصين فصل اول في عالم خلص المنهاج وهي الافكار ابدا يعني ما انا كان معها كيف خالص المنهاج في عالم يعني 10 11 ما بتدرس بكالوريا كانت بكالوريا إيه؟ طب كيف بده يحل مسائل حسب العاشر وال11 بتريحه فهي الفكره انه في عالم كانت 10 و11 ما انا اخذه يعني تاركين المدارس حتى إيه؟ والصفوف تماما نعم. بس كبكالوريا عم نحكي نحن راجعنا يعني في ال10 و11 مو رايح علينا كثير بس في افكار ما كانت مضوايين عليها حتى الاساتذه مثلا ما انه خاص هي ما بتجي ما كانت تنعطى مساحتها الكبيره بالنظام القديم بس كنظام هلا جديد صار بدنا نراجع كل شيء يعني صار في كل شيء كل فكره بنعطيها هلا كلمه بتجي ما بتجي نحن على دورنا الله يرحم الاساتذتنا كان يقول لنا انتم طالب من الجلدي للجلدي صحيح خلينا ناخذ راي ثاني نرجع ناكد على هي القصه حلو يعني انت اقتنعت انه الاسئله اللي اجت ما في شيء برا الكتاب لا هي كلها من الكتاب تمام بس كانه في افكار بس كم سؤال حليتي بما انه حليت شيء 20 بس اما الباقي كان هيك يعني مين حل اكثر رقم سالناكم مثلا بس كمان انه نسالهم شو رايهم بالاسئله كيف كانوا خليها نعم هلا استاذ بس نحن بفكره انه انا تعبان على الرياضيات من تقريبا من اخر فصل بال11 من نص الفصل الثاني لنص البكالوريا وانا بس عم بشتغل الرياضيات لاني بعرفها هي ماده ضخمه وهي ماده كبيره عندنا 14 وحده وكنت قادر حل انا نماذج مثلا من 2017 2023 فكرتي كانت بس انه نحن ما انصدمنا بطريقه الاسئله كم سؤال وصلت؟ وصلت أنا تقريبا خلصت طيب هاي طالب لحق بس في ثلاث أسئلة أنا ما حلتهم من عندي يعني وفي ثلاث أسئلة أنا حافظه يعني أنا وصلت لفكرة أنه أنا صرت أحفظ الرياضيات بصم هلا مو البصم هلا في أنشطة مثلا إجاكم معادلة مستوى بيمر من النقاط اللي هي نفس الرؤوس المحاور أو A أو B أو C فهو نشاط بالوحدة الثالثة هلا اذا انت حافظ القاعده اكس على ا زائد واي على بي زائد زد على سي بتساوي الواحد بتعوض فيها مباشره هلا في طالب ثاني مو حافظ القاعده
طب انت اعطيك النقاط، ما هنا ضروري نطلع الآبي ونطلع الآسي ونطلع الناظم. طبعا الحل بطريقة تقليدية اخذ معه ربع ساعة. طيب انا بما انه اعطيني معك المستوى، الاريح انه اعوض النقاط، بعوض النقاط الثلاثة، اي نقاط الثلاثة بتحقق مستوى راح تكون معادلة بس واحدة. فالطريقة هي انت بما انه اعطيناك الجواب واعطيناك النقاط، ممكن طريقة تفكر بطريقة ثانية غير الطريقة التقليدية. فكان بيطلع معك رسالة لدراسة الأنشطة. الدارس النشاط مباشرة بيعرف الإجابة الصح، انه اكس زائد واي زائد زد ناقص واحد مباشرة. دارس الأنشطة ليش؟ لأنه لدينا او صفر 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 و آ و بي و سي او آ او بي او سي وحدات، فإكس على واحد وواي على واحد وزد على واحد يساوي الواحد. لأنها فلاحظ شو حله، كلمتين. إذا دارس النشاط، إذا ما لك دارس النشاط ممكن تفكر بطلع ناظم وطلع شعاعين آ بي وآ سي، وهي مضيعة للوقت. ولكن هذا فرق بين طالب يدرس كامل الوحدة ما بيقطع أنشطة بيستفيد من كل شيء، وبين طالب بيحفظ طريقة واحدة تقليدية. أنت بتقول أنا ما أحفظ، طريقة الحفظ لا تجدي نفعا إطلاقا. فأنت مجرد حليت الأنشطة صار عندك استبعاد لكثير من الإجابات، طرائق جديدة وأقل أقصر، والوصول إلى الحل بالوقت المناسب. أستاذ بس نحن ما لنا ضد الفكرة أبدا، بس سمعنا رأيك، خلينا نقول كمان لحدة تاني نسمع رأيه والنوع كمان بالآراء. هلا أنا أول شيء بس بدي أحكي عن تجربتنا شو صار معنا. كل الأسئلة كانت بشكل عام بدها شغل وقت، هل هذا كل شيء بده شغل وجهد، هذا كله بده وقت. فأول شغلة بدنا وقت، ثاني شغلة المسودة كانت صغيرة مقارنة بالأسئلة. برافو، هاي جاوبنا عنا. إيه تمام، ومشان الأسئلة كانت أكثر للنسبة المميزة مثل ما حضرتك حكيت أنه بدك الأسئلة المتميزة، كانت أغلب الأسئلة للفئة المتميزة لأنه ما راعت السويات الأدنى. هذا بس هذا هيك، لأنه كانت الأسئلة كلها مستواها جيد. هلا معك حق، بالمسودة راح تضاف صفحة لأنه هاي تجربة إجبار. شفنا وين في ثغرة بهالتجربة، بالزمن يعدل، بمسودة تعدل، ما عندنا مشكلة. أنت هذا امتحان نصفي خطه، هو تجربة إلك كمان كيف تتعامل مع الورقة، بس تجربة إلك كمان. أنه أنا إذا بحل بطريقة طويلة بحل بطريقة قصيرة، أنه تمرين الرياضيات له عدد كبير من طرائق الحل. إذن أنا لازم أرجع للكتاب، صياغة الأسئلة حصرا من الكتاب. طيب. صياغة الكتاب هي الأدق. فإذا لا يمكن لنوطة، لا يمكن لنوطة أن تعطيك طريقة تغطي الكتاب على الاطلاق. بدي اسال الطلاب سؤال كمان الكتاب المدرسي قبل ما ننتقل كمان نسمع الطلاب ويصير هذا الحوار يعني بالاراء من قبلهم. الكتاب ما في اخطاء يعني الكتاب المدرسي؟ الكتاب فيني بقول لك الخطا فيه شبه معدوم. حتى المطبعي عشان طمن يعني طمن الطلاب. اول نسخه الاهالي، اول نسخه بال2017، بال2019 عدلت كلمة، اتصل في أحدهم أنه في سطر فيه كلمة كذا. نحن دائما يدنا بالمنهاج، تأتي ملاحظة يوجد متابعين. خطأ مطبعي بجمال كذا، بالطبع جديد مباشرة تصحح. ولكن النسخة من 2019 لهلا يوجد كلمة مرة واحدة تعدل كلمة على مثلا مبرهنة الإحاطة، فهموها كل الناس أنه هذه تطبق فقط عند اللانهاي لا تطبق عند عدد، فاضطريت ضيف سطر وضوح هيك لمبة حطيت انه وتطبق عند العدد ملاحظة. مثلا هذه اضيفت للكتاب هذا السطر، وبالأشعة ايضا جرى حذف كلمة، وكتاب دقيق جدا. نحن نقول خالي من اي خطأ، وهو حتى بالمراجع العالمية عندما تدرس تجد اخطاء. اما في كتابنا هذا نتيجة خضوعه لتدقيق من لجنة التدقيق كتير دقيقة علميا ومستواها عالي العالي، فكان وصل الطالب بشكله النهائي خالي من أي خطأ. ممكن الأساتذة يقولوا لك طريقته صعبة. أنا بدي أنصح الطلبة هلأ، مين منكم بيحل نتعلم البحث وكيف بتحلوها؟ أو سؤال آخر للطلبة خلي الحوار معلش، الانطلاقة النشطة كيف تتعاملون مع الانطلاقة النشطة في الكتاب؟ مين منكم بيحكي لي كيف تتعاملوا مع الانطلاقة النشطة؟ كيف بيتعامل الأستاذ معه؟
الطالب هنيك ما حكى الانطلاقة النشطة كيف بتتعاملوا معها؟ بكل وحدة في عندي انطلاقة نشطة تذكرت شيء؟ ايه غالبا انطلاقة نشطة بتكون انها مثل مراجعة لشيء سابق. نحن عندنا سيستم للهي. نعم كيف بتتعامل معها؟ كيف بيتعامل الأستاذ معها؟ الانطلاقة النشطة هي بتكون إذا بدك توقف تفضل. إنه هي بتكون مراجعة لشيء سابق أو معلومات وردت معنا سواء صف سابق أو أو أي شيء. فيعني ممكن الأستاذ يلم حنا تلميحات عادية يعني ما يذكر لنا إنه هي ركزة أو هي هذا إنه ركز على هي الفقرة أو شيء. فغالبا كان يمكن الأستاذ إنه ما يشرحها أو ما يقرأها إنه بس ممكن يذكرها بالمعلومة كتذكرة ويمشي بالبحث طيب هون دول الأستاذ. أنا راح أعطيك رسالة إنه هاي الأسلوب خاطئ. كيف؟ الانطلاقة النشطة الهدف منها مثلا إذا فتحت الجداء السلمي بتلاقي مجموعة أسئلة بسيطة جدا راسمين لك مكعب ومجموعة أسئلة بسيطة جدا. كل هذه الأسئلة الهدف منها إثبات التعامد، وكأني أنا بدل ما أقول لك أن الجداء السلمي يفيد في إثبات التعامد وهو للأسف الهدف الأساسي منه، أنا طرحت عليك 10 أسئلة لإثبات التعامد. أنت وصلتك رسالة كبيرة. أول شيء من الخطأ الأستاذ يحلها، يجب على الطلاب جميعا يحلوها الانطلاقة النشطة. لا تحوي فقط معلومات سابقة، قد تحوي معلومات لاحقة ما تحسن تحلها، ولكن عندما تنتهي من الوحدة بتعود للانطلاقة النشطة مرة ثانية، ترجع بتحلها بتقول أوه أنا استفدت من دراستي أني بحسن حلها هاي، يعني مثل امتحان قبلي وبعدي. إذن على المدرس، المدرس عندما يحلها للطلاب يكون وقع بخطأ، يجب الطلاب أن يحلوها. وإذا طالب لم يتمكن نتركه، خلصت الوحدة. ولكن لاحظ بالجداء السلمي كل الهدف إثبات تعامل، مثلا بوحدة سابقة كل الهدف الاستقامة الواحدة. إذن هذه رسالة لكل زملائنا المدرسين والطلاب. نعم. كيف نتعامل مع الانطلاقة النشطة؟ هلا بدنا نعطي مجال بعدين بنحكي عن خلي الأستاذ رضوان والأستاذ شادي يسألون كمان. نعم. ويكون هذا الحوار أيضا بيهمني شغلي يا وجهة الطلاب إنه أنتم بيسكن عندكم مشكلة ترتيب الإجابات ورقة الإجابة الأسئلة كان آ ب س من اليمين لليسار بالأتمتي من اليسار لليمين. هلا بما إنه موجود الأستاذ ميكائيل إذا سمينا الإجابات آ ب س من اليسار بيكون أريح في التظليل. يعني بنكتب السؤال بيكون إجابته آ أول شيء على اليسار، آ مثلاً يو 01 ب س د، ولا بنضل ترتيب العربي أنا أفضل كمان ممكن مثل ما اقترحت أنت لأنه مشان إنه نظري يعني مشان النظر تتذكر يعني إيجابي أنا هيك لاحظت مطلب إنه تلبكو في شغلك كمان بالشغل الثاني خذت الورقة كانت مشكلة بالنسبة لكن إنه مخروزي ما كسرت ميكائيل. نعم بالامتحان النهائي ما رح تكون مخروزي معنا ما رح تكون مخروزي حتى بالتجربة نحن هلا هاي النقطة مدارس القطر كلها وكلها بدها تيجي على الوزارة وما يصير ضياع وأول تجربة فخرزوا لكم إياها تجيكم كل شيء جاهز. هلا الأسئلة تكون مخروزة مش مشكلة أستاذ بس الإجابة خرجتها مع الأسئلة رح تكون بالفحص التجريبي أو بالنهائي ورقة الأسئلة لحالها والثانية لحالها بتريح عملية النقل الإجابات يعني حقيقة بتعذبوا الطلاب لما عم بينقلوا الإجابات اللي مسجلين على ورقة الأسئلة كثير عانوا من الطلاب هي وكثير اجت شكاوى منها بما انه الاستاذ خربطوا فلذلك لما بتتوزع مثلا اخر نص ساعه هاي ملاحظه بتتوزع اخر نص ساعه مثلا بكون انت مسجل الاجابات ما بدك اكثر من نص ساعه بيعطوك اياها اخر شيء وبتنقل الاجابات المتاكد منها. طبعا هي تقنيات هسه بتتعلموها هسه اكثر واكثر خلال الفحص التجريبي اللي بده يصير قبل الفحص. استاذ كان في تنظيم لهي العمليه بعمليه توزيع الورق وايضا كمان خرزناها يعني منهم كل واحد وصلت له ورقته مكتوب عليها اسمه ورقمه كان في بعض الشكاوى من محافظة حمص يمكن انه ممكن يكون الاسئله بعد يمكن ربع ساعه تاخرت ممكن هذه اشياء لوجستيه نحن ما كان المفروض يعوضوا بوقت زياده يعني راحت ربع ساعه تعوضت بيعطوه ربع ساعه هذه معروفه متعارف عليها يعني بيعطوه ربع ساعه مده الوقت ساعتان لازم ياخذها كامل تاخر 10 دقائق بياخذ 10 دقائق بس الورقه اجت ورقه الاسئله مع ورقه الاجابه كلها مختومه حفاظا على لانه ما عندنا مراكز تصحيح هي المدارس هلا بالعمليه الامتحانيه بالفحص النهائي لدينا مراكز تصحيح. اي خطا اي شيء يحصل تعميم مباشر حاليا اذا بدك تعمم اي شيء على مدارس القطر عمليه طويله ممكن جابت الوراق الوزاره من كل المحافظات بغايه تحليل النتائج. نعم نحن ممكن ناتي على اسئله هذا السؤال لم يجيب عليه مثلا أي طالب أو طالب واحد في كل القطر وسؤال آخر من الأسئلة أجاب عليه جميع الطلاب يعني في سؤال مثلا كل سوريا جاوبتنا هذول السؤالين اثنين مجيدين لها
ولا الأخير ولا الثاني. فقط سؤالين من الأربعين مثلا. لا سما تحلل النتائج هلا ما هي صح هو. بس أنا أقصد كيف تتم عملية التحليل. عملية تحليل كل سؤال ما شو نسبة الإجابة عنه. هذا السؤال بيعطونا أنه نجاوب عنه 60% من الطلاب، هذا جيد. سؤال جاوب عنه 70% جيد، 80% جيد. سؤال ما جاوب عنه ولا طالب، هذا السؤال غير جيد. هذا نستبعد من إذا ننتظر مركز التقويم والقياس بعد ما منصحح ترسل النتائج للتقويم والقياس ليصدر هذه النتائج. يعني احتمال فيه للتغيير حسب نتائج مركز التقويم والقياس. تطوير تلافي الملاحظات اللي حصلت. طب السؤال غير جيد أو خلينا نقول نسبته قليلة، هذا شو بيتم فيه؟ يستبعد السؤال؟ يستبعد ويمكن إعادة صياغة، ممكن تطويره بشكل أفضل، إعطاء إيضاحات أكثر مثلا. أما السؤال جاوب عليه الطلاب 100% كامل، أيضا هذا سؤال معناته مشتتاته واضحة أو جوابه كمان، يعني هدول الاثنين يتعاملوا معهم نفس المعاملة نفس الطريقة. يعني نوضح الفكرة بشكل مثلا عندنا سؤال أول مثلا نقول IOS 2024، إذا كانت الإجابات ناقص واحد واحد I ناقص I، إذا كل الطلاب مجاوبين واحد معناته هذا السؤال بسيط. يعني كله جاوب A. لازم بالمشتتات أنه يكون مثلا نص الطلاب جاوبوا A، 20% جاوبوا B، 20% جاوبوا C، في طلاب جاوبوا عدة. أما إذا كل الطلاب جاوبوا A معناته هذا السؤال بسيط ما قص أي مهارة. فهذا معناته كان في مشكلة بسهولته. إذا كان السؤال ما حدا جاوب صح، يعني كل الطلاب مجاوبين B و C وهي الإجابة الأولى A صح، وبما انه هي نسبه كان في انعكاسات ودراسات للسؤال 100% او حتى كمان نسبه متدنيه. وبالتالي كمان يعني هي نقطه تطمين للاهالي والطلاب انه يعني بدنا نوضح الاراء وهي الاستفسارات كمان عم تدرس وهي تابعه لحتى تكون طبعا بس خلصت وفق دراسه موضوعيه بمركز التقويم. مركز قياس وتقويم هو مركز مختص وعطى ويتدخل او يساعد في تحليل محتوى المنهاج، في كيفية صياغة الأسئلة. هو عمل لنا دورة تدريبية منذ شهر، تدريبية 3 أيام، ودعا عليها عدد من الموجهين الاختصاصيين، الموجهين الأوائل بالوزارة. خضعوا لدورة تدريبية بمركز التقويم والقياس وملاحظات دقيقة حول وضع المشتتات، وضع الأسئلة، مراعاة الزمن، كل هذا. ولكن هذه الدورة سننطلق حاليا في العطلة الانتصافية لنأخذ مخرجات هذه الدورة تعميمها على تدريب الموجهين الاختصاصيين في المحافظات، ومن ثم تدريب المدرسين بالكامل. الطالب يبقى له كتابه. هذا نحن ما نحكي عن وضع الأسئلة، كيفية وضع الأسئلة، كيف المدرس بيتعامل طبعا. وتعميم النماذج فينا نقول هو مساعد لتدريب المدرسين. هون نقطة كمان مهمة، بعض الطلاب قال أنه النماذج اللي صادرة عن مركز التقويم والقياس هي مختلفة عن هي كانت قديمة 2020، رح يصدروا هلا ملاحظة على الامتحان. يعني أنا انتبهت تكون متوافقة. أنا في الأسئلة 2020 كانت على نظام الأربعة الإجابات، كان كان وقتها بال 2020 صار، بس ما عممنا شيء ب 2020 بالورشة عمل وقتها اللي صارت ما نشرنا. أنا بس هم بدي أقول ملاحظة، بس خلينا ناخذ الإجابة. لم شو الإجابة هلا؟ لم يعمم أي نموذج من الوزارة سوى النموذج الأخير. ما في بس كان هو عبارة عن ورشة عمل وتوقف العمل. سابقا كان في مثل اختبار للمتسربين بنموذج تشخيصي لنشوف ما يدرسوا المادة أو لا، بأربع إجابات وبأسئلة مترابطة. يعني نجيب جزر سؤال ونحط عليه 10 أسئلة، ممكن إذا خطأ بالأول راحت العشرة. هذا لم يعمم، وإنما كان كاستبيان أو اختبار تشخيصي استخدمناه لقياس المتسربين، أنه نعمل لهم تعديلات على مناهجهم، عندهم تعلم ذاتي، عندهم وضع خاص بمناطق كان مناطق فيها حرب، أنه كيف بدنا نساعدهم. فاستخدمنا اختبارات سريعة ولكن لم نعممها. بعض المدرسين حصل عليها ونشرها واعتمد أنه يبني مثلها. يوجد فرق بين اختبار تشخيصي، بين اختبار تحصيلي، بين اختبار يشمل نصف المنهاج واختبار شامل للمنهاج، لكل المنهاج. طيب طبعا. بما أنه أنا كنت سألي الأستاذ شادي وحتى سألت الأستاذ رضوان أنه أنتم موجودين بصياغة الأسئلة أو شو دوركم كمان بوضع الأسئلة؟ إنه الأسئلة لا. ما حدا بيعرف. بس هون خليني بس أسألك، يعني نحن بما أنه هي فترة عم ناخد آراء ونشوف صبر لهي الآراء لحتى بالنهاية نوصل لهي النتيجة الإيجابية اللي هي مرضية للطلاب أو تحصيل المعلومة بشكل جيد.
شو دور الأستاذ هون وما بيكون غايب الأهمية أنه يجي يكون عم بنستفاد من خبرته بمشاركته بالصف؟ طبعا غير الموجه اللي هو قاعد بمعمل إداري، خلينا نقول فقط هو مراقب، لأي درجة هاي العلاقة هون فينا نستفاد منها؟ أول شيء ما حدا مع الأساتذة، ما حدا بيعرف مين وضع الأسئلة، الأسئلة يضعها فريق، خلينا نقول يكون لهم كمان رؤية بالأسئلة أو بالمقترح للأسئلة. أقصد أنا من يضع الأسئلة هو فريق متكامل بين الوزارة، كلمة وزارة التربية تعني كل مدارس سوريا، مو تعني مركز الوزارة كإدارة مركزية. في مركز تطوير المناهج، في مركز تقويم والقياس، كل مركز يرشح شخص موجه أو مدرس. مثلا كل مدرس مبعد أو المدرسين مبعدين عن هاي العملية التشاركية؟ لا 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 مو مبعدين. أنا لما عملنا بنوك أسئلة بالواحد وعشرين شارك 60 مدرس من القطر، 60 مدرس هاي السنة. كل محافظة نرسل أنه يجي موجه ومدرسين، ومنكررها مرة تانية بناس مختلفين عنهم يشاركون في تحليل المحتوى ووضع بنوك ووضع نماذج، وتستفيد منها الوزارة لهالخبرات. فشو بتكون النتيجة؟ تكون النتيجة أنه عمل مدرسين وموجهين وأشراف مركز القياس، مركز التقويم، مركز تطوير المناهج، الوزارة بالكامل. فليس العمل مقتصر على شخص محدد أو موجهين الأوائل. نعم. أستاذ شادي تفضل. في مداخلة بعد إذنك مدام هنادي، ما بقى يعني هلا دائما عم بسمع مصطلح موجه ومدرس. الموجه هو مدرس بالنهايه، هو كان معلم بس ومربي. بعد عن الصف التدريسي والتلاميذ ما بعد ابدا، بالعكس هلا التوجيه له وظيفتين. وما تنسي انت عنده جولات على المدارس، فهو عم بيحضر دروس. تمام. بعدين في هلا صار شغله، في شيء اسمه وسائل التواصل الاجتماعي، صار من تقريبا محدود بيذكر الاستاذ ميكائيل محدود من 12 سنه، والموجهين والمدرسين معا عم بيشتغلوا مع بعض شبكة واحدة، كشبكة واحدة بيتبادلوا خبراتهم مع بعضهم. المدرسين بيعطوهم خبراتهم، والموجهين بيعطوهم توجيهاتهم وخبراتهم. يعني ما بقى صار في شغلة موجه بيحضر درس هيدي لا وظيفته، لا لا أبدا، بالعكس يعني شغلة تفاعلية صارت كتير كتير بين المدرس والموجه. فبالنهاية الموجه هو مدرس. أكيد. ممتاز. بدي أضيف معلومة. تفضل. الموجه الاختصاصي مجبر يعطي 4 ساعات بالمدارس، يعني هو مدرس، هو موجه ومجبر بكل اسبوع يعطي 4 ساعات، يعني عنده 16 ساعة تدريس لأجل العودة إلى الصف. حلو. متى حصل هذا؟ عندما تطور المنهاج كي يطلع على المنهاج ويدرسه. إذا من واقع خبرتكم وايضا هاي التجربه اللي عم ننظر لها بشكل الايجابي اللي هو قادم ايضا ان شاء الله مع طلابنا، يمكن ما بعرف لاي مدى نحن بهي الخطوه قادرين نتخلص من ما نسميه او متعرف عليه الاستاذ الخصوصي، والدروس الخصوصيه ايضا كمان عم تشكل عبء مادي على الاهالي. من وجهه نظرك استاذ ميكائيل وايضا استاذ رضوان واستاذ شادي، قادمين عليها لهي الخطوه انه نتخلص؟ استاذ ميكائيل اول شيء كمان رايك، تفضل. طيب. أنا بيسعدني جدا يعني موضوع الأتمتة إنه خلص يعني عكسي للأستاذ الخصوصي. نعم. ولكن يوجد تجار علم دائما يستغلون أي قرار جديد. هؤلاء التجار لهم أساليبهم الإعلامية المغرية والجذابة للناس، فدائما أنا بقول لهم الرزق الهبل على المجانين، يعني فبيستغلوا الناس وبيسحبون إنه تعوا ألف مثلا، إجاني 1000 سؤال مؤتمت، حاطط 1000 سؤال مؤتمت وما يعطي عليهم دورات، جونا على الوزارة لاحظنا بالنموذج التجريبي ما أجا منهم ولا سؤال، باعهم باع آلاف النسخ منه. إذن هلأ الناس لحالة رح ما تصدق هؤلاء. كيف ممكن نتخلص منه لهي الحالة؟ هذه بدأ أنه هلأ شمولية الكتاب والعودة للكتاب، فالطالب بيستغني عن هذه النواط، انه هذه النواط ما عاد دخلت المنهاج او غير متقاربه مع النماذج اللي تعممت او النموذج النصفي. هلا وين انصدموا الطلاب؟ انصدموا الطلاب لانه لاحقين هي اغلبهم ما يدرسوا من هذه النواط. هاي النواط الاساسيه بعض الاساتذه عم بيعطوها. لدينا عينه هنا، مين منكم بيدرس من الكتاب بشكل دقيق ولا من دفتر استاذه؟ سريعا استاذ معنا دقيقتين. تدرس من الكتاب؟ ممتاز. اذا واحد من كذا، لا علينا جميعا أن ندرس من الكتاب
ونركز مثلا على مسائل لنتعلم البحث. 1-8 هي رسالة للطلاب. في تعليق حابين هيك بسرعة حدا؟ تفضلي أعطوه أول ماي. تفضلي سريعا. هلا أول شيء يعني اللي احنا درسنا 12 سنة على طريقة دراسة معينة، فهلأ بنص الفصل الأول تغير النمط، الأسئلة تغير كل شيء، فهلأ لحنا صرنا بحالة توتر، ما بعرفنا كيف ندرس، يعني حتى نمط الأسئلة كان كتير إنه للمستوى العالي، فإنه هون لحنا عن جد صرنا كتير نفسيتنا تعبانة، وما بعرفت أبداً شلون بدي أدرس هلأ حالياً. أنا دراسي ضل نفسها، يعني في أسئلة كمان ترشيحية حتكون صادرة هلأ؟ يعني قصدي قبل كنا ناخد مثلاً على طرق الحل علامات، تماما. هلا هالطرق صارت تنتغاضى عنا، ما بقى بدنا اياها، فلحنا ضيعنا وقتنا. يعني انا بدي اسالك سؤال، اين احسن انك انت تعرفي لما تطلعي من الامتحان تعرفي حالك شو جاوبتي، ام بدك تنتظري لتعرفي ممكن تمرق ورقتك؟ وصارت كثير اشياء بالتصحيح، ممكن تصحيح ما له مثالي. طيب بالنهايه التصحيح هو تصحيح بشر، ما له تصحيح مثالي، لكن بالأتمتة انت مضمون حقك. هي شغله كثير مهمه. استاذ سريعا نصيحه للطلاب. استاذ شادي نصيحه، الأتمتة ما هي اسلوب دراسه، اسلوب دراستكم ما تغيره، هي اسلوب امتحاني، هي اسلوب امتحاني، بس احنا كونه دائما دائما شيء جديد دائما بخوف، ما ليش نخاف، ما في شيء بخوف. نعم. نهائيا بالعكس، هلا ممكن اول تجربه كانت شوي يمكن عليكم، ممكن داية، ممكن أوكي. ما حصل، هو بالنهايه تمرين تجريبي. اكيد بدنا ناخذ منكم تغذيه راجعه، يعني نشوف شو رد. خلينا استاذ بعد الحلقه، خلص وقتنا. استاذ رضوان ايضا نصيحه سريعه. ننصح الطلاب انه الدراسه تكون من الكتاب، يركزوا على الانشطه، على تمارين تعلم البحث، على القدم. في نقطه بدي احكيها مشان كمان ثقافه الاهل. ثقافه الستمية نحن بدنا ننساها. يعني أنا لما كنت مركز متميزين كان الأول على المركز ياخد 55، كان يعتبر حاله عامل إنجاز، بس الثاني بعد يكون أخذ 40. الأولان الأول يعني وهذا النفس نطلعوا لبرا وحققوا الجوائز. فهي كلمة أنا إذا أخذت 55 فهمان الرياضيات أفضل من طلاب أخذ 600 صحيح وحافظة بصمة. حافظة بصمة. أستاذ ميكائيل أنا نصيحة بقلن ملاحظاتك وصلت ورح ناخد فيها، ورح يكون الامتحان التجريبي أو الأخير ضمن ملاحظاتك أكيد، بطمن الجميع. ولكن لاحظتوا مدرس طلع شو قال؟ نعم. قال كل الأسئلة غلط. هلا أنتوا بجزء دققتوا وبأسئلته إنه غير، إنه تقييمه غير صحيح. هؤلاء يستغلون الطلاب بأن أسئلة الوزارة فيها خطأ. طيب. هذا الاستغلال، هنا نحكي عن تجار العلم. أكيد. لاستغلال الطلبة باتجاه معين. وهذا الكتاب ثم الكتاب. يعني هذا اللي عم ناكد عليه. شكرا كثير لحضوركم. انا بدي اشكركم الاستاذ ميكائيل حمود، اهلا وسهلا فيك. الاستاذ رضوان الدعبول، اهلا وسهلا فيك. الاستاذ شادي سمعان، اهلا وسهلا فيك. كان معنا عبر الهاتف الاستاذ مديان ابو درغم، طلابنا الحلوين من مدرسة المتفوقين، اهلا وسهلا فيكم، ان شاء الله نتمنالكم التوفيق. ونحن عم ناكد على فكرة، هي الكتاب هو الحامي، وخلينا نقول هو بوصل الطلاب لهي النتيجة. طبعا مشاهدنا شكرا كثير لكل الجهود اللي عم تبذلها وزارة التربية والتعليم لحتى تكون موفقة بهي التجربة، وهي أتمتت شهادة الثانوية العامة. بكرة بنفس التوقيت طبعا حنكون موجودين لحتى نوقف على مادة الفيزياء، وتحليل كل هاي الجهود من مدرسين وحتى كمان أيضا الأهالي والطلاب. حنشكر زملائنا بالإذاعات اللي كانوا موجودين معنا، القناة التربوية السورية، وأيضا إذاعة سوريانا، إذاعة دمشق، وأيضا ما بعرف في أوكي. شكرا للجميع، كل الزملاء أيضا الموجودين. تحية لكم مشاهدينا، لا تنسوا موعدنا بنفس التوقيت. إلى اللقاء.